واحدة بتقول: تعرفت على شاب زميلي في الجامعة وأعجبت به. الغرابة البنات السهلين خالص في الإعجاب، لو واحد ابتسم لها على بعد كيلو تقول يا سلام وقع الواد. بتقول: أعجبت به ولكن مع مرور الوقت اكتشفت على حقيقته. يبقى كان اعجابك الاول ما كانش على حقيقته. اكتشفت على حقيقته انه يحب يتسلى مع البنات، فماذا تكون طريقه تعاملي معه ان كنت غاويه التسليه؟ دي حاجه بقى الله يعلم، ما دام عارف ان هو بيتسلى مالك انت بيه؟ خليك في حالك، ولا تبقى واحدة من تسلياته الكثيرة. خليك عاقل، ما تقوليش اعجبت ومش اعجبت. يعني البنت دي اكتشفت الحقيقة بتاعته ومع ذلك لسه بتسأل. يعني قلبها متردد وعقلها متردد. مساكين البنات دول في عاطفته. الرجاله ممكن تكون لهم عاطفه وتمشي بسرعه وتخلص، لكن البنت اول ما تجيلها عاطفه تخش في العمق شويه وما تخرجش بسرعه. ما توقعيش نفسك بسرعه في عاطفه ملهاش مستقبل. يا ريت النصيحة دي تكون لكل بنت موجودة: ما توقعيش نفسك في عاطفة ما فيش وراها مستقبل.